النجم نواصل رحلة مع كأس الكونفدرالية الإفريقية لنذهب إلى المجموعة الثانية ونستعرض برنامج مباريات هذا الأسبوع الثاني. مباراة صعبة سيخوضها الزمالك في جنوب أفريقيا أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الظهيرة انطلاقا من الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة يوم السبت كما ذكرت على بين سبورتس 3 HD. أما صفاقسي التونسي سيواجه ليوبار الكونغولي يوم غدا الجمعة في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت في منتصف الليل تحديدا مباراة منقولة على بين سبورتس 3 HD. ترتيب المجموعة أورلاندو بايرتس والزمالك بثلاث نقاط، أصفاقسي وليوبار بصفر من النقاط. نبدأ بمواجهة المتصدرين الفريق الجنوب أفريقي والفريق المصري الزمالك في مواجهة تحت عنوان من سيتصدر عقب الجولة الثانية. الزمالك سيذهب أو رحل إلى جنوب أفريقيا بمجموعة منقوصة من 6 لاعبين، وأخبار أخرى سنجدها من دون شك في تقرير أحمد نوير نتابع. منتشيا بفوزه على الصفاقسي التونسي بالقاهرة في مستهل مشواره بدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية واقترابه من تحقيق لقب الدوري المحلي، يحل الزمالك ضيفا على منافس قوي وهو أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي. مواجهة ستقام في وقت الصيام، الأمر الذي يمثل تحديا بالنسبة للاعبي الزمالك وميزة للمنافس في نفس الوقت، إلا أن الجهاز الفني للفريق أكد على قدرة اللاعبين على الأداء بكل جدية من أجل اقتناص الفوز. ما عملوا حاجة وحشة جدا، اللي هم عايزين يلعبونا واحنا صايمين، على طول هم بيلعبوا أصلا من الساعة 8 بس هيخلوا الماتش الساعة 3 عشان احنا صايمين، بس إن شاء الله ربنا يصبرنا ونقدر نحقق المطلوب مننا إن شاء الله. لعنة الإصابات ضربت المارد الأبيض قبيل مواجهة أورلاندو في 6 من أبرز لاعبيه، وهم حازم إمام وعمر جابر وأحمد علي وأوباما ومحمود عبد الرحيم جنش، بالإضافة إلى أحمد دويدار. وعلى الرغم من تلك الأزمة، إلا أن فريرا المدير الفني للزمالك أكد على أمرين وهما جاهزية البدائل وثقته في إمكانيات قائمته التي ستخوض اللقاء سعيا وراء استكمال مشوار الانتصارات. فرقة صعبة ووصلت من موسم أو موسمين قدام النادي الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا، فريق قوي وفريق عنده سرعات عالية في اللعبة اللي قدام، فأكيد هتواجهنا صعوبات هناك يعني. يمتلك الزمالك في رصيده 3 نقاط يتقاسم بهم صدارة المجموعة الثانية لكأس الكونفدرالية الإفريقية مع أورلاندو بايرتس، فيما يحتل الصفاقسي التونسي وليوبار الكونغولي المركزين 3 و4 دون رصيد من النقاط. ويسعى الزمالك إلى الظفر بنقاط مواجهته أمام أورلاندو لاعتلاء قمة مجموعته منفردا. الجولة الثانية للزمالك تأتي بعد فوز كبير وعريض كابتن هيثم في الدوري المصري أمام الإسماعيلي 3-0، لكن بعد تعثر كان في الجولة التي سبقتها ضد مصر المقاصة بعد الفوز أمام الصفاقسي الفوز المثير في الدقائق الأخيرة، استدرك الأمر الزمالك، بالتالي سيدخل هذه الجولة بمعنويات مرتفعة باحثا عن نقطة التعادل على الأقل، خاصة أنه آخر الذكريات بالنسبة للزمالك مع هذا الفريق الجنوب الأفريقي لم تكن جيدة. تذكر الخسارة 4-1 في دوري الأبطال الموسم الذي سبق الموسم الماضي. فعلا، ولكن الخسارة دي كانت في ملعب إليس بارك في مدينة جوهانسبرغ، وكان نادي الزمالك الحقيقة قدر أنه يدرك التعادل بعد هدف أورلاندو بايرتس بدقيقتين، كان شيكابالا لسه موجود مع الفريق، ولكن في الشوط الثاني حدث انهيار كبير لدفاعات نادي الزمالك نتيجة لأسباب عديدة، منها فارق السرعة، منها عامل اللياقة البدنية، منها لعيبة خط وسط المدافع ما قاموش بالدور. هذه صور من مباراة المسحورة. صحيح، يمكن ده الهدف الاول، بعد كده الزمالك هيدرك التعادل عن طريق شيكابالا، ثم الانهيار زي ما قلت لك في الشوط الثاني. يمكن في تقريبا 7 أو 8 لاعبين كانوا بيلعبوا هذه المباراه غير موجودين مع نادي الزمالك في الوقت الحالي، على غرار شيكابالا، على غرار عبد الشافي، على غرار صلاح سليمان، مجموعه كبيره جدا، عبد الواحد السيد الحارس، حتى الاداره الفنيه الكابتن حلمي طولان والكابتن اسامه نبيه ذهبوا عن الفريق، ولكن وحتى الرئيس تغير. ولكن اجد ان نادي الزمالك يمتاز ببعض المميزات هذا الموسم غير موجودة في الفرق الأخرى أو ما كانتش موجودة في نادي الزمالك من ذي قبل. عنده أحسن حارس في الدوري المصري الشناوي، عنده خط دفاع قوي جدا ومتجانس إلى حد كبير جدا لأنه هو أقوى دفاع في الدوري المصري ممتاز، عنده في مركز رأس الحربة 5 لاعبين مستواهم ثابت وممكن أي لعيب فيهم يلعب، عنده باسم مرسي، أحمد علي، خالد أمر، عبد الله سيسي، أوباما،
في موسم من مواسم نادي الزمالك اوباما لاعب هذا مش رئيس امريكا كان لا يمتلك الا على راس حربه واحد فقط هو احمد جعفر، وكانت مشكله كبيره جدا لما جعفر يصاب او يتم ايقافه لا يجد المدير الفني اي لاعب يلعب في هذا المركز. اذا في بدائل وفي زاد بشري وفي ثبات في مستوى وفي تجانس. اي نعم حصل دروب في مباراة مصر المقاصة اللي انت تحدثت عنها، لكن سرعان ما تدارك اللاعبين الامور وقدروا يفوزوا على الاسماعيلي بثلاثية ويقتربوا كثيرا من درع الدوري. اجد ان الفوز في الدقائق الاخيرة ايضا سنة حسنة دخلت على نادي الزمالك في الفترة الاخيرة، لان كان صعب ان فريق الزمالك يفوز في الدقائق الاخيرة من مباراة. كانت هذه الصفة على طول صفة من مميزات النادي الاهلي فقط لغير، اصبحت تلازم النادي الزمالك في الفترة الاخيرة. اجد ان فريرة مطالب بانه يحقق نتيجه ايجابيه، لانه لو ما كسبش او ما تعادلش في جنوب افريقيا امام اورلاندو بايرتس وخسر المباراه هيبقى فوز الصفاقسي ملهوش معنى، وخصوصا انه هو فوز تحقق بشق الانفس وفي الثواني في الدقيقه الاخيره من الوقت بدل ان اذاع عبد الله مؤهل الحقيقه ان هو يحقق نتيجه ايجابيه، ولكن اجد انه في صعوبه لو لعيبه لعبت في نهار رمضان وفي خلال الصيام مع الغيابات الكثيره اللي انت اتكلمت عنها سواء حازم امام او عمر جابر او احمد علي، وكلها عناصر اساسيه او دويدار او جنش كلها عناصر اساسيه في الفريق، ولكن اعتقد في بدائل ممكن تقوم بالدور اللي هيكون فيه الغيابات. هذا الموسم يبدو انه مختلف بالنسبه للزمالك، لو تحدثنا بشكل عام كابتن قيس الزمالك عاد يلعب الادوار الاولى والمتصدر فرق 6 نقاط في الدوري المصري، وهو الذي لا يزال ينافس كذلك في هذه المسابقه، والذي يعول كثيرا العوده افريقيا من خلال هذا اللقب كاس الكونفدراليه على امل العوده لدوري الابطال الموسم المقبل. حتى من ناحيه المكافئات الماديه المرصوده قبل هذه المواجهه هناك حديث عن مكافاه ماليه غير مسبوقه من اداره الفريق برئاسه مرتضى منصور، يتحدثون عن تحفيز مادي للاعبين قبل التحول الى جنوب افريقيا. بطبيعة الحال الأمور تغيرت بالنسبة للنادي الزمالك. على السنوات الماضية كان نادي يتميز خاصة بعدم الاستقرار سواء في النتائج سواء في التصريحات الإعلامية القوية جدا من مرتضى منصور، وحتى ولو أنه لا يزال يعني يقوم بذلك حتى ردود الفعل منذ يومين من كان في مشادة بينه وبين أحمد حسام ميدو يعني. هو تعود واعتذر بعد ذلك، تعود على ذلك. لأن نقول أنه نادي الزمالك اهتدى الى الطريق الصحيح على الاقل على المستوى الفني في الملعب، نتائجه تتحدث عن عوده قويه لهذا الفريق خاصه من بوابه الدوري المصري يسيطر عليه، وهو تقريبا على يعني مسافه نصف قدم لانه يتحصل على الدوري المصري بالرغم من انه 6 نقاط وله مقابله متبقيه. لذلك حظوظ سنقول ان مشابه المباراه لتنقل الاهلي للملعب المالي، هناك غيابات. انا فقط عندي ملاحظه في تصريحات الاخر اللاعبين المصريين الذين سيلعبون في الظهيره ويتعللون دائما بمشكله الصوم. يا اخي اختار انت تلعب في كره القدم. اي هم اصروا لاعبو الزمالك اصروا على عدم التخلي عن فريضه الصوم. لما اصريت على عدم التخلي عن فريضه الصوم لا تتحدث على انه الصوم سيكون عائق، والا تصبح ربما تدخل في الرياء، والصوم معروف ما فيهش رياء، ربي قال صوم لي وانا ازبي. لا تتحدث عن الصوم. مع رخصه كابتن ما ممكن يفطر لانه على سفر. انت معاك رخصه على سفر. فتوى مش لا مش فتوى معروف. مش فتوى. لن ندخل في تفاصيل شرعيه، لكن اقول انا ما يعجبني هذه التصريحات انك تتعلل بالصوم لتلعب في الظهيره. يا اخي برا افطر سبحان الله، انت تلعب في كره القدم وتقوم بالمهنه نتاعك، ولك رخص والله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وانت على سفر. لذلك هذه التصريحات انا ارى حديث الزمالك عن فرضيه ثانيه كان ممكن فريق جنوب افريقيا ان يبرمج المباراه في السهره. انا فقط تركزت مع احترامنا للنادي الاهلي والنادي خاصه الزمالك، والذي قلت انه على مقربه يعني نصف قدم من انه يتحصل. انا لا تعجبني هذه التصريحات للاعبين سواء من الزمالك او من الاهلي ومن كل لاعب يلعب وهو صام. انت تعتقد انه تستعمل كشماعه ربما في حال فشل في تحقيق نتيجه لا تتعلل بالصوم، ربما تتعلل بالحراره، حراره الطقس، تتعلل بحاله الميدان السيء في الملاعب الافريقيه، تتحدث ربما عن مشقه السفر الى البلدان الافريقيه وهذا معروف، لكن الاهلي والزمالك تعودوا حتى الترجي او النجم الساحلي او النادي الصفاقسي، لكن ان تتعلل بالصوم هذا لا يعجبني، قوس واغلقه بسرعه. طيب بعد هذا التعليق من الكابتن قيس اليعقوبي نذهب لنستمع ردود فعل وانتظارات لنقل الشارع المصري خاصة من جماهير الزمالك مباراة المرتقبة بين أورلاندو والزمالك، نتابع. الزمالك هيلعب باسم مصر وان شاء الله يفوز ويعدي الخطوه دي رغم الاصابات اللي عنده، بس فرقه الزمالك كلها تعتبر فرقه اساسيه كاساسيين وبدائل، ان شاء الله نتمنى له الفوز. ما فيش شك ان الزمالك ماشي بشكل كويس جدا السنه دي، متفوق على نفسه،
ان كان يغيب حازم امام وعمر جابر في التشكيله الاساسيه للزمالك هياثر على الزمالك كتير، ولكن اتوقع اداء كويس من الزمالك، اداء اي لعيب بيلعب السنه دي بيسد مكانه. الزمالك فريق هايل السنه دي، متفوق على نفسه زي ما قلت لحضرتك. اعتقد ان شاء الله المكسب للزمالك. انا متفائل بنسبه كبيره ان باذن الله الزمالك هيحسم الماتش. بص، كانت مشكله الزمالك الاول في اللعيبه المهاريه او اللعيبه الحريفه، النادي مش محتاج لحاجه دلوقتي، كل الصفقات او اللعيبه المميزه جت من الموسم اللي فات. حازم امام في الجبهه اليمين اعتقد ان هو عنصر يعني مهم في الجبهه اليمين، ايمن حفني، مصطفى فتحي، اللعيبه المهاريه دي من بعد الجيل بتاع حازم امام الكبير احنا كنا محرومين من لعيب حريف زي ايمن حفني. فانا متوقع ومتفائل خير، والزمالك يعني الزمالك قادم. توقيع ان شاء الله باسم والرجاله اللي معاه ان شاء الله هيكسبوا مش اقل من 2-0. ان شاء الله الزمالك هيكسب 1-0 ان شاء الله، وهجيب باسم مرسي برضه، ده الهداف العصري اللي هو طالعين دلوقتي، هو سبب الدوري ان شاء الله للزمالك. الزمالك لما بيكسب بتزداد الثقه عنده، فالثقه لما بتزيد عنده بيعتمد على ان هو ايه كسبان وكده وعنده ثقه وكده، فبيبتدي ياثر في الماتش. فبخاف انا من حته ان الزمالك بتجيله ثقه زياده عن اللزوم فبيخفق في الله. لا، انا بتمنى ان نفس الروح اللي هو كسب بيها ونفس التعاون اللي هو بيعمله زي ماتش الاسماعيلي انه يواصل برضك في افريقيا، لان برضك افريقيا بالنسبه للزمالك بترفع من رصيده، وفي نفس الوقت بتخلي الجمهور يعني يثق فيه ازيد من الماتشات اللي فاتت اللي هو بيخفق فيها برضه. تفاؤل يملا تصريحات كل زملكاوي تابعناه في هذا التقرير. تحدث بعض المشجعين عن تخميناتهم، يعني 2-0 1-0، هل تعتقد انه هذا نابع من الاداء الذي قدمه الزمالك في الاسبوع الاول في كاس الكونفدراليه، كذلك الاداء الذي يقدمه من جوله الى اخرى في الدوري المصري، من دون ان ننسى انه هذا الفريق او الذي سيواجهه الزمالك اورلاندو بيريتس من افضل فرق الجنوب افريقيه، حتى لا نقول افضل فرق الافريقيه، فريق سريع شاهدناه عاد من بفوز صعب في الجوله الافتتاحيه امام ليوبار الذي توج بهذا اللقب منذ موسمين، بالتالي اخرج الترجي من تشامبيونز ليج منذ موسمين ليوبار. نعم، اورلاندو بيريتس طبعا. انا نظن بالنسبه للتصريحات هي نابعه اكثر شيء بالنسبه للمستوى اللي قدم فيه الزمالك للموسم هذا صراحه، لانه يختلف تمام على كل المواسم الماضيه، فحتى الظروف يعني سواء الاداريه او الفنيه مستقره على مستوى النادي، نتائج تتكلم عليه سواء في الدوري حتى بالنسبه للشامبيونز ليج، المباراه اللي كانت مع صفاقسي صراحه ادوا مباراه على اعلى مستوى بالرغم ان الهدف تاع عبد الله السيسي كان متاخر في اخر ثواني يعني الوقت بدل الضايع، لكن هذا لا يمنع ان الزمالك يبقى دائما لديه يعني ممكن يعني انه يحقق نتيجه بالرغم ان الفريق يعني مو بالسهل او امام يعني اورلاندو بيرات. طبعا حتى بالنسبه للملعب صراحه الملاعب الجنوب افريقيه تعتبر يعني ممتازه جدا صراحه، ولهذا انا نقول يعني نضيف الزملاء بالنسبه لاننا نتحجج بالنسبه لهذا الصيام امورات هذه تعتبر يعني امر يعني نخليه على جنب، لكن انا نظن لو الزمالك يقدم المستوى لا سيما سواء على مستوى الدوري او حتى بالنسبه للمباراه اللي كان ضد صفاقس ممكن ولو اقل شيء يطلع بنقطه، ونقطه تعتبر انا بالنسبه لي تعتبر ايجابيه جدا نظرا للمنافس في جنوب افريقيا. كابتن هيثم، المستقبل القريب في الزمالك قد يشهد تغيير على مستوى الاداره الفنيه، ام سيواصل فيريرا؟ هناك اسم حلمي طولان كذلك طرح في الفتره الماضيه ليعود لتسيير الفريق. طبعا الكابتن حلمي كان متولي تدريب الفريق قبل احمد حسام ميدو، وكان هو اللي حصل على بطوله كاس مصر، ولكن في الفتره الاخيره انتقل لفريق سموحه، وسمعنا ان كان في مشاكل مع سموحه وانفصل عن الفريق السكندري، ولكن انا اجد مع كل احترام وتقدير لكل المديرين الفنيين فيريرا هو الانسب وهو الاحسن لتولي الاداره الفنيه للزمالك الموسم المقبل على الاقل، لان هو ثبت التشكيل. نادي الزمالك بقى له خصائص وله ملامح ولو تشكيلة ثابتة ولو طرق بيقدر من خلالها يسجل منها أهداف، سواء عن طريق الكرات الثابتة سواء عن طريق التصويبات، خاصة وإن أنهى الموسم بتتويج بالدوري المصري، يعني بعد طبعا سنين عجاف يعني سيكون من حق المدرب البرتغالي أن يبقى على رأسه. صحيح، وكل الحقيقة جماهير نادي الزمالك تطالب ببقاء فيريرا، لأنه هو الحقيقة مدرب متمكن، تصريحاته قليلة، شغله هو اللي تحدث عنه فقط لغير، نتائجه هي اللي تتحدث عنه، نعتقد هو الأنسب لقيادة
القلعة البيضاء في الفترة القادمة. سننتظر الأيام المقبلة ستأتينا بالإجابة إن كان فيريرا سيواصل الرحلة أم سيعوضه مدرب مصري من بين اسمين تولانا وأحمد حسام ميدو. هذه صور من المباراة التي جمعت الزمالك والصفاقسي، ونحن سنمر الحديث عن المواجهة الثانية في هذه المجموعة التي ستجمع في ملعب الطيب المهيري بصفاقس بين النادي الرياضي الصفاقسي وضيفه الكونغولي ليوبار في جولة سيكون حتما على الصفاقسي أن يفوز فيها حتى يتدارك خسارة الأسبوع الأول.